يلعب الاماميه ولكن الراسيه ثاني وثالث ورابع دفاعيه. رمضان ربيع الاماميه عند باتريك اودو لوحده تماما، عمل سبرنت وطالع محمد عواد، باتريك اودو يا راجل تقف الكره تحت رجله، يرجع ثاني ويعمل كنترول، لكن الضغط بقى كتير عليه ويقع على الارض. هل لعيبه الاسماعيلي هتطلع كوره؟ ما اعتقدش. مود متولي بيقول لعواد مالناش دعوه بيه، سيبه الجهاز الطبي ينزل له، كان ممكن يحطها بشكل افضل من كده. يعني اعتقد خروج خاطئ من محمد عواد، لان اللاعب كان لسه بدري وكان شريف حازم قرب له.